فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تعليق المفاتيح الضائعة في مؤخرة المسجد هل يكون من التعريف المنهي عنه؟ لا، ما هو من التعريف، إما أنه يتركها في مكانها من المسجد يرجع لها صاحبها، وإما أنه يرفعها على شيء حتى يراها إذا جاء صاحبها. تعريف بالكلام، ومن شاف كذا وكذا، من أو من ضاع له كذا وكذا، ما يجي، هذا التعريف بالكلام. نعم.